احتفل رواد مواقع التواصل الاجتماعي باليوم العالمي للغة العربية، والذي يوافق 18 من ديسمبر كانون الأول من كل عام. التوقيت الذي اعتمد فيه اليوم العالمي للغة العربية عام 2010 يتزامن مع التوقيت الذي اتخذت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها بأن تكون اللغة العربية سادس لغة رسمية في المنظمة. احتفالات المغردين بهذا اليوم ملأت مواقع التواصل الاجتماعي وتمحورت حول دور الذكاء الاصطناعي في صون اللغة العربية وتعزيزها. خلونا نستعرض بعض التعليقات الواردة على تويتر وفيسبوك لمن احتفل بهذا اليوم العالمي. أول تعليق معنا من حاتم اليافعي اللي قال: العلم يتطور ويتوالد باستمرار، وتنشأ من هذه العلوم مفاهيم ومصطلحات علمية حديثة أغلبها غير معربة، ولمواكبة التطور العلمي يجب المسارعة من مجامع اللغة العربية في تعريب هذه المفاهيم والمصطلحات. فاللغة العربية ليست لغة عبادات وخطابة وأدب فقط، وهي لغة علم ومعرفة. تداول أيضا بعض المغردين بعض أبيات الشعر باللغة العربية، خصوصا الأبيات اللي بتحمل بطياتها جمال وإبداع اللغة العربية، مثل إيلاف يلي كتبت على تويتر وقالت: من جمال اللغة العربية هذا البيت: ما ضرك لو كنت مرهمي يا مر همي، فلتقل مرحبا أو مر حبا وأحيني. أما ثائر سكر فقال: بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، أرجو أن يتوقف التنكيل بهذه اللغة الجميلة، وأن يخف توظيفها لأغراض التطبيل والتسفيه والتحقير، وأن يزيد انتشارها وتأثيرها في ميادين التعليم والتنوير والتطوير. أما محمد المدني فقال: مخطئ من يظن أن تشدقه بكلمات أجنبية أثناء حديثه باللغة العربية دليل على رقيه، بل على العكس دائما، الأقل هو من يسعى لتقليد من يرى أنه أعلى منه مكانة، والواثق من نفسه والمعتز بمكانته هو من يتمسك بلغته ولا يستعمل لغة أخرى إلا عند الحاجة. أجانب أيضا شاركوا العرب احتفالات باليوم العالمي للغة العربية، مثل الناطقة باسم الحكومة البريطانية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا أليسون كينغ، يلي قامت بقراءة بعض الجمل الصعبة باللغة العربية كنوع من التحدي، وهذا هو اللي قالته. حاول يلا. خيط حرير على خيط الخليل. نعم خليل. مرة أخرى. خيط حرير على خيط على خيط خليل. خيط حرير على خيط خليل. خيط حرير على خيط خليل. يلا برافو. ما لكم تكأكتم علي. تكأكتم على دي جنة. استنقعوا عني. علم 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 بدائه إن أنا آن آن آن